النهارده هسوق كل حيوان في الصور. يا ران هاي تعمل ايه؟ لابس ناس ودي بقى تعابين او احناش صح مش باينه دلوقتي بس مش عارف تتوضح بس يقول هي تمس حنش وده بقى من ايه انا مش عارف دي بقى حبايه خلينا كده نشوف حبايه لا ما اعرفش اسمها ايه ديت اوريكم الاورنتل هو تمام في نص الحالات اللي كتير اوريكم الواد سحارس سحارس سحرون راح فين دي فين كده يا جدعان القفص هو بس شكله فاضي بس مقام عليه سحارس سحرون مهم في طبعا حيوانات كتير جدا بطه هوت بس خلصانه بطه هوت وفي طبعا سلاحف سلاحف هيت استنوا كده سلاحف مش عارف شكلها ولا لا يا جماعة أنا كان قلت كل الأخبار يا جماعة هو صار طبعا يا جدعان صار واخد حاجة وريال واخد حاجة وريالكم النهاردة هي هو يا جدعان يلا كده كده احنا انتهينا حلقتنا بإذن الله أشوفكم مرة قادمة مع السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.